انا جيت سعيد بعد بالتواجد ديالي مع هذه دي المجموعه وكنشكر الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين على الدعوه هذه لانها كتفتح لنا بزاف ديال ديال الفرص كتع... كتعطينا بزاف ديال الفرص ومنها نلقاو فروق ومنها نلقاو نلقاو لو وكيف ما كتعرف لا بريباراسيون ديال الجروب ماشي بحال لا يعني كل شيء متحمس كل شيء كيخدم كي كنشكر الاطر التقنيه تاعهم على العمل اللي يقوموا معنا به يعني كاين واحد المجهود في هذا في هذا التربص هذا وما يلا ما هي الا تكون بينيفيك بالنسبه للاعبين وكنتمنى ان شاء الله على انه يتخادوا تجارب اخرى بحال هكا واللاعبين يزعموا وما يحشموش لان ل... لان ما عندكش فرقه خصك تبريباري و لقيتي بحال هذه الفرصه يعني ما تلقاش بحال هذه تمنى نتمنى ان شاء الله اننا نبقاو غاديين في هذا الريتم هذا ان شاء الله ونبريباروا مزيان